عليكم ورحمه الله وبركاته وفي عليك هنطمن على بعضينا ونكمل رحلتنا الجميله اللي بنتعلم ونفهم منها المره دي رساله جايه من الاب الاب في مشكله عنده ايه تعبت من المفاجاه مفاجاه ايه مفاجاه غريبه يا دكتور ايه المفاجاه خضتني لا ما انا اللي اتخضيت اتخضت لي ابني ماله بقى لي فتره شفت حد تاني خالص مش هو مشيته شكله كلامه ضحكته لبسه، هيئته. طب وايه المفاجأة من كده؟ وأنا دكتور بقالي فترة مع الشغل ومع التعب ما أنت عارف لازم أشتغل شغلانتين ولازم أسافر وأرجع وكذا علشان الحياة ومتعبها. طب إيه المشكلة؟ أنا لما قعدت الفترة دي لإن أنا كنت بسافر كتير لقيت إبني ما شاء الله طول خير ربنا يبارك لك فيه، لكن لقيت حد أنا مش متوقعه حد أنا مش متصوره حتى كأني مش عارفه كأني مش فاهمه اللغه اللي بينا اتقطعت حاسس ان الابن ده مش ابني وكمان بنتي تصرفاتها كلامها ردودها عليا وردودها على, على مامتها حاجات غريبه بتحصل انا حاسس ان انا ناكر الجو ده لدرجه ان انا بدات اقعد مع نفسي كتير واقول هو العيب فيا ولا العيب فيهم ولا في حاجه جديده انا مش فاهمها يا ترى التطور يا دكتور بسرعه لو سمحت قول لي ايه الحكايه انا حاسس ان انا في غربه عجيبه قوي وفي غربة ومساحة كبيرة قوي بين ولادي الموضوع ومن غير أي ضجة ومن غير أي مشاكل أنت لما سبت العيال دول سبتهم لمين؟ مين علمهم؟ أمهم مامتهم كانت قاعدة معاهم؟ لا مامتهم دكتور شغالة طب إحنا سبناهم لمين؟ سبناهم باختصار للميديا الوحش المفترس الجديد ببساطة ومن غير تعقيد سبناهم لحاجات كتيره قوي يمكن هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده لكن هيئه الوحش ده هي ان احنا تعالوا نشوف سبناهم لادوات تواصل بيتعلموا منها سبناها لشتات غريبه جدا سبناهم لصفحات عجيبه كل واحد منهم مع احترامي للجميع كاتب انا فلان الكذا 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 وهو يعني ربنا يسامحني ما فيش سيبنا ولادنا خدوا مصدر المعلومات الاصليه من ناس وهميين. ولادنا دخلوا العالم الافتراضي فاولادنا بقوا افتراضيين، فاولادنا ما بقوش ولادنا، امال بقوا ولاد مين؟ ولاد الافتراضيين، يعني موجودين ومش موجودين، يعني باختصار عايش ومش عايش. ده احنا في كارثه يا دكتور. ايه الحقيقه احنا في كارثه؟ احنا في الحقيقة احنا في كارثة كارثة بتنقسم إلى قسمين كارثة موجهة اللي بعتها لنا عارف بيعمل إيه وباعت الحكاية دي ليه وكارثة غير موجهة اللي هو كتير قوي من الناس اللي عمالة ترمي وإحنا أولادنا بناخد انشغلنا انشغلنا بالشغل وانشغلنا بالحياه وانشغلنا بادوات التواصل اللي هي ما فيهاش ريحه التواصل ولادنا بدل ما ياخدوا مننا في القعده اللي كنا بنقعدها سوا زمان لو تفتكر على ايامنا كنا بنقعد على الطبليه او على ترابيزه السفره او على كذا كنا بنتقابل في الفطار والغدا والعشاء كنا بنتقابل وبيجوا اهلنا ونقعد كنا بنتقابل ونتكلم النهاردة بنتقابل وكل واحد جاي مع الموبايل او الايباد بتاعه ونشغل حتى وإحنا مع بعض منشغلين عن بعض حتى وإحنا متواصلين منقطعين وكل واحد في عالم تاني خالص بياخد من وادي تاني خالص فبقول لنا كلنا بقينا في مكان واحد لكننا كلنا بقينا أغراب الحكاية محتاجة وقفة طويلة قوي طب هنقدر نرجع دكتور آه إن شاء الله الأمل معقود طول ما احنا عايشين وربنا بيوعدنا بحاجتين مهمين جدا وإن عدتم عدنا على أي مستوى ترجع ربنا سبحانه وتعالى هيرجع عليك بفضل والحاجة التانية إن ربنا قرر إن مش هيحصل تغيير للناس حتى يغيروا ما بأنفسهم يبقى الحل باختصار كده ان انت تبدا تعمل اليات التغيير هو احنا هنعرف نعمل اليات التغيير بعد ما بقينا في نص البحر بعد ما بقينا كل واحد من ولادنا ليه شبكه تعاملات وشبكه تفاعلات ده غير اللعبه اللي هنتكلم عليه ان شاء الله في حلقات جايه اللي هو خدنا خالص لعالم تاني خالص خلي بالك ان الميديا أو الوحش الناعم اللي أنا بتكلم عليه اللي هو بقى عايش معانا شئنا أم أبينا في كل حياتنا في تصوراتنا في تفاعاتنا في أخلاقنا في سلوكنا علم ولادنا ماشية معينة وعلم بناتنا الكلام بطريقة معينة علم ولادنا الحرية المزعومة المفقودة كنت زمان ما تقدرش تقعد تعلي صوتك قدام بابا وماما احترام دين دلوقتي تحت بند الحرية المزعومة بقعد واتكلم واقول انا حر هي حريتك هنا في عبوديتك الحقيقه احنا عندنا دي محترم محدد لنا اشكال الحريه اللي هي عبوديه اللي انت مش فاهم الفرق بين الحريه والعبوديه الحريه بتاعتك تنتهي عند المساحه بتاعتي لكن انت بقيت بتقول انا حر لدرجه ان انت بتقوم بتناقش بابا وماما واخواتك بالفاظ وتطاول وحكايه بقت عجيبه حريتك بقت مزعومه في ان انت هيئتك ومشيتك ولبسك ما بقاش بتاعك. باختصار انت بقيت مسخه من حاجات كتير قوي رغم ان انت مش مقتنع لكن على راي ما بيقولوا ازاي الضي على الودان امر من السحر. كل شويه بنجيب لك حلاقه معينه، كل شويه بنجيب لك لبس معين، كل شويه بنطلع لك اغنيه معينه والمشكله الكبيره ان الناس كلها بقت حافظه الاغاني وبتسمع تسمعها تشوف حركات الشفايف اللبس زي ما بيقولوا كده لكن تيجي تساله مين فلان مين كذا بلاش الدين يا عم المعلومات العامه انا لسه كنت قاعد مع قريبنا حد واحده خريجه السنه فكنا بنقول على الاكل وكذا فقالت لا انا ما بحبش اللحمه وكانت بتاكل كفته فبقول لها طب اللحمه اللي قدامك قالت لي هي مصنوعه الكفته اللي قدامك ما هي قالت لي هي مصنوعه من لحمه بامانه ربنا انا اندهشت انا تعبت نفسيا في سنه رابعه خريجه السنه دي ومش عارف ان الكفته هتتعمل من لحمه بقينا عايشين في اللالا لاند في اعلى المستويات في ثقافه النهارده ما بتلاقيش حد بيدور على المعلومه النهارده حدش بيدور على فكره النهارده ما فيش حد بيتبنى فكره ليه لان ده الموجه اللي اتكلمنا عليه ان انا عايز احطك في مكان ان انا عايز اخليك مسخه ان انا عايز اسيبك القدوه الاساسيه اللي هي ربنا قال قد كان لكم في رسول الله قدوه عندنا قدوه عندنا الصحابه قدوه عايز اسيبك القدوه الاساسيه بلاش يا عم نتكلم على الدين علشان ما نبقاش نتحيزين احنا لو اتكلمنا انت لو بقيت قدوه هتبقى قدوه ازاي ثقافتك فين حكايتك فين شخصيتك فين طريقتك في الكلام فين اسلوبك مناقشتك هتعمل حياتك ازاي هتعيش ازاي انت كبني ادم قول تركبتك تركيبتك ايه قول هتعمل ايه قول هتدير حياتك تعمل المانجمنت بتاعتها ازاي قول لي هتستقي افكارك منين مش شويه الهري اللي انت عمال تهري فيه مش شويه الاغاني اللي انت حافظها هي دي كل بند معلوماتك هو ده التحويشه اللي احنا حوشناها يا بابا يا ماما بسرعه تعالوا نعمل ونرجع بالاجتماع بتاعنا في الاكل اللي كان بيحصل فيه الحاجه اللي بنسميه التواصل البصري البصري اللي هو الاي كونتاكت الاي كونتاكت ده بـ بـ باختصار كده كان الاب بيشوف ابنه هو بيكبر قدامه الام بتشوف البنت بتصرفاتها بمشيتها بكلامها بتسريحه شعرها بلبسها بهيئتها وهي ملتزمه علشان الاحترام مش بس علشان الدين علشان هي بنت محترمه بتحترم ذاتها بتحترم نفسها والولد كان راجل ما كانش ينفع ان انا ابص لبنت جيراننا او اي بنت ما كانش ينفع ان انا اتطاوع على حد افكار الموجهه اللي بالجنة والحريه المزعومه المفقوده بدات تغزو بسرعه تعالوا نرجع وبسرعه تعالوا نقعد علشان نشوف فاتنا من الوقت قد ايه ونقدر نعدل الوقت ده في قد ايه هي فيها حل؟ اه فيها حل ان شاء الله، كل حاجه فيها حل، الحل ان احنا نرجع يبقى لينا اجتماع بنقعد فيه، ان شاء الله مره واحده في الاسبوع. اتفرج على ابنك وهو بيكبر قدامك، اتفرجي على بنتك وهي بتكبر قدامك. كانوا بعض الساده بيقولوا نحن كالسلحفات نربي ابنائنا بالنظر، بنبص لهم، بنكلمهم، بنشوفهم، بنطمع عليهم. اعمل ما تعملش الاي كونتاكت او لغه الاشاره مع لغه الجسد افتقدت مع ليه ما انت قاعد حاطط السماعات في ودنك وقاعد منشغل بحاجه فانت اصلا مش في دايره علاقاتي انت منفصل كليا وجزئيا رغم ان انت في الحيز المكاني معايا شوف الكارثه انت منفصل ذهنيا وعقليا وجسديا تماما كومبليتلي حتى كتير من ولادنا بيشتكوا بعض عند على ابني علشان يقوم يجيب الحاجة هو طبعا حاطط السماعات في ودنه وشغال مع الحكاية ده احنا هنتكلم على الألعاب في قصة تانية شغال مع الحكاية شغال مع اللعبة شغال مع الشات في حكاية تانية خالص واخداه كومبليتلي من الحياة ولادنا بيتسرقوا مننا هنرجع اه طب يا دكتور قلنا بسرعة يلا بينا نبدأ ونعمل الحكاية بسرعة ان احنا هنبدأ نقعد معاهم نفتش فيهم اقعد اعمل الاجتماع الاسبوعي اقعد اساله على المشاكل وايه حكايتك اقعد اسمع منه اقعد ابني له قصص تانية مضاده لهذه القصص الوهميه اقعد سمعه حياه الصحابه حياه الناس اللي بنت حياه الناس اللي انتجت حياه الناس اللي ثابت كلام ليه علشان يبقى عنده هدف عشان يبقى عنده بكره لكن النهارده بكره بتاعه ايه مفيش شويه شات افتراضي لا عايزين نعمل لاولادنا بكره بحق وحقيقي امسك ايد ابنك امسك ايد بنتك تعالي بيهم لبر الامان علشان انتم مسؤولين جدا علشان نقول للسوشيال ميديا لا احنا عندنا حاجات تانية هنعلمها لاولادنا وان شاء الله هنتعلم ونركز ونطور وندور واشوفكم في لقاء تاني وحتى القاكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته